يا مساء الخير. طبعا زي ما وعدتكم ان انا هعمل توتوريال ميك اب، يكون الميك اب خفيف نقدر ان احنا نطلع بيه سواء كان دوام او جامعه او طلعت نهار. طبعا بنات، ان احنا اهم نقطه عندنا في اساس الميك اب هي البشره. فانا قبل ما هبتدي الميك اب طبعا نضفت البشره ببيوديرما، اوكي. هاي طبعا ميك اب ريموفر ووتر، زائد انه في نفس الوقت تونيك للبشرة، مرطب للبشرة. فإيه مهم جدا إن إحنا نرطبها وننظفها، حتى لو البشرة مغسولة لازم يطلع منها شوائب مهما كانت نظيفة البشرة، أوكي. رقم اتنين، لازم نرطب البشرة. هستخدم المرطب اللي أنا ما بستغنى عنه، بيرفكت تنت. ميزته بيرفكت تنت انه بيصغر المسام، براند طبي 100%، اوكي. في نفس الوقت بستخدمه كبديل للبرايمر للبشره، اوكي. بحطه اماكن اللي فيها مسام واسعه، بتصغر لي المسام وبيعطي ترطيب للبشره، اوكي. بس انقل فرش، بسم الله. البنات اللي بشرتهم دهنية كتير هتحب البرفكت تين. طبعا هو مناسب لكل انواع البشرة، انا بشرتي مختلطة على دهني، عندي هدول الاماكن اللي هي بتدهن، عشان كده انا دايما بحط فيها الكريمات اللي تخلي البشرة سموث. اوكي، وحدين بايدينا تمام يا حلوين. دلوقتي هنستخدم الام اس ام ماجيك، هو فعلا ماجيك. طبعا هو يعتبر فانديشن ناتشرال خفيف يستخدم بالنهار، بس انا ما بستخدمه كفانديشن، انا هستخدمه كخافي للهالات. انا مع الحمل البشره متغيره، عارفين، تحس كل شيء عندي ملخبط، الخشم واصل للدائري السابع، والعيون اسمرار وارهاق تحت العين، ومواعيد نومي فوق تحت، عارفين. اوكي، شوفوا الفرق ما بين العين اللي انا حطيت عليها الماجيك ام اس ام، ما بين العين اللي انا ما حطيت عليها الماجيك ام اس ام. طبعا الماجيك ام اس ام بنات هو طبي بعد 100%، معالج للبشره، اوكي. تقدروا تستخدموه في كل الاماكن اللي فيها تصبغات، فيها هالات، فيها اسمرار، يعني اي مكان عايزين تعديله. انا بس نفسي اروح للخراط اخرط لي، يظبط لي خرطة الخشم. ما شاء الله، ايه ده؟ اوكي. وظبطنا الدنيا. دلوقتي طبعا انا كميك اب ارتست، عادة لما باجي بحط فانديشن للزباين او للعرايس لازم اقيس حرارة بشرتها عشان اقدر اختار لها نوع الفانديشن، سواء كان مات او فانديشن اويلي، اوكي. لان طبعا بيختلف استخدام الفانديشن من شخص للتاني. انا بالنسبة لي، لان بشرتي منطقة التيزون بتدهن، فبختار دايما الفانديشن يكون مات، اوكي، يعني ما يكون في اويلي. انا هستخدم اليوم الفانديشن نارس برشلونة برشلونة برشلونة، اوكي. هاي الدرجة تقريبا نفس درجة بشرتي بالظبط، رغم ان انا بحب استخدم الفونديشن يكون شوية غامق. فهاي كانت عندي عبوة قديمة، بس هو بيجي من غير هذه، اوكي. هنحط شوية بالبلات علشان اقيس اشوف اللون، اوكي. اللون شوي فاتح، هغمقه مع فونديشن ايف سالورا. هاي فونديشن ايف سالورا داخله ترطيب بس، لان ومات فيري مات اول استخدام. اوكي، اتعلمو اتعلمو، معلقه معايا اغنيه عمرو دياب. يلا جميلات، شوف، بسم الله، نخلط. البنات اللي بتسأل عن طريقة اختبار درجة الفونديشن المناسبة للون بشرتك، يعني انت لما تروحي مثلا سيفورا، تروحي اي بوتيك من بوتيكات اي براند انت حابة تشتري منه الفونديشن، لازم تجربي الفونديشن عشان تعرفي اذا كان هيمشي مع لون بشرتك ولا لا.
علشان ما تشتري الفونديشن وتلاقي نفسك درجتي غلط، او مثلا قلب معايا لون رمادي لاني طبعا مختاره الدرجه غلط، او ان هو مناسب لون بشرتك فاتح غامق، عشان ما تدخلي في الحوار كله من هنا. شايفين الفونديشن لازم يكون ماشي مع لون البشره. لو تلاحظوا ان بس عاطي تغطيه بس هو نفس لون بشرتي بالظبط. طبعا انا عملت ميكس واصور لكم المنتجات اخر شيء. واغلب المنتجات بنات موجوده عندي بالبوتيك، هتلاقوا بالفيديو علامه من فوق تقدروا تضغطوا عليها وتنزل وتفتح لكم الصفحه اللي فيها كل المنتجات الموجوده عندي بالبوتيك. طبعا ما ننساش ابدا الرقبه علشان ما نبقاش ماشيين نص بنص. اوكي حبيت ميكس الفونديشن لان حسيته مش سميك على البشرة، مش طبقات يا جماعة. ده مهم جدا ان انت تحسي مش حاطة طبقة، يعني حتى لو استخدمت الفونديشن في الكفر مهم ان انت ما تكتري علشان ما تحسيش ان في طبقات، خصوصا البنات اللي بشرتهم فيها حبوب او فيها اي مشاكل بشرتهم. اوكي تمام. هستخدم دلوقتي الكونسيلر اوكي ميديوم تو من نارس. طبعا بنات الكونسيلر بينحط علشان يعطي إنارة منطقة تحت العين، ولازم يكون على شكل مثلث يعني بهالشكل تمام. وفين عشان نصغر هاي الكوبري اللي عندي خشمي حبيبي. والله يا جماعة إن شاء الله أقوم بالسلامة بإذن الله وأجيب عطريس اللي متخني مكعبرني، وفكر ادخل بقى ايه اظبط الدنيا اعمل لي خشم، بس نقعد بقى ايه نقنع ابو العيال. ونبذ عملت لي خشمي بس انا راضي. اوكي دلوقتي هسيبه دقيقتين لان انا عندي خفسه بالعين، فكل ما الكونسيلر يمسك ويكون شويه جامد بيخرج المنطقه اللي داخله لجوه دي بيخرجها لبره. فدقيقتين بالظبط او اقل، مش دقيقتين للدرجه دي يعني، بس احس ان هو مسك شويه واوزعه بالبيوتي بلندر.